قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الديات. دية الحر المسلم 1000 مثقال من الذهب أو 12000 درهم أو 100 من الإبل، فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة وهن الحوامل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الديات. والديات جمع دية، وهي في اللغة مصدر من ودى القتيل، يعني ودى القاتل القتيل يديه دية، إذا أعطى وليه المال بدلا عن النفس أو ما دونها. والمقصود في الاصطلاح المال المؤدى إلى المجني عليه، المال المؤدى إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية. والجناية تقدم معنا في باب الجنايات أن الجناية قد تكون على النفس أو على الأعضاء أو على المنافع، وتسمى الدية أيضا عقلا، مأخوذة من العقل، لأنها تعقل يعني تمنع الدماء أن تراق. ولكم في القصاص حياة، فوجود القصاص وما في معناه أيضا من الديات، هذا فيه يعني في الحقيقة حقن لدماء المسلمين، لأنه بلا قصاص ولا ما ينوب منابه من الدية فإن الناس سيقتل بعضهم بعضا. ولهذا سميت الدية العقل، لأنها تمنع الدماء أن تراق يعني تعقل. وأيضا يمكن أن يأخذوها من العقل، لأن الرجل كان إذا أخذ الإبل لأجل الدية ذهب وعقلها، يعني ربطها في فناء المجني عليه أو نحو ذلك. والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح أيضا. أما الكتاب فما ذكره الشارح: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية، ودية مسلمة إلى أهله. وفي السنة حديث عمرو بن حزم أن في النفس الدية 100 من الإبل، وأجمع أهل العلم على يعني هذا التشريع المذكور في نصوص الوحي. والحكمة فيها أيضا ظاهرة، وهي صون دم الآدمي وبنيانه من الهدر، صون دم الآدمي وبنيانه من الهدر، لأن الديات تكون في النفس وتكون أيضا في يعني الأعضاء والمنافع ونحو ذلك كما سيأتي. قال: دية الحر المسلم 1000 مثقال في نسختك من الذهب أو 12000 درهم أو 100 من الإبل. واختلف أهل العلم في تقدير الدية والأصل في الدية. المذهب أن أصول الدية الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، في بعض الروايات والحلل أيضا. الإبل 100 والبقر 200 والغنم 2000 والذهب 1000 مثقال والفضة 12000 درهم. وعند أبي حنيفة ومالك، وهو رواية عن أحمد وقديم الشافعي، الأصول 3: الإبل والذهب والفضة. ومذهب الشافعي، وهو رواية عن أحمد اختارها الخراقي وشيخ الإسلام، أن الأصل في الدية الإبل فقط، ولعل هذا يعني أقوى المذاهب أن الأصل في الدية الإبل. وحملوا ما ورد من الروايات يعني في غير الإبل على أنه تقدير لها بحسب قيمة الإبل في ذلك الوقت. يعني النصوص تدل على كما في حديث عمرو بن حزم أن في النفس الدية 100 من الإبل.
طيب ما ورد من يعني 1000 مثقال من الذهب أو 12,000 درهم أو 200 من البقر أو 2000 من الغنم أو أيضا 200 من الحلل في بعض الروايات؟ هذا كله في الحقيقة يعني عبارة عن تقدير ل يعني هذه الأشياء أو تقدير للإبل بقيمة يعني هذه الأشياء المعروفة في ذلك الوقت، واعتبار أن الأصل الإبل هذا الذي جرى عليه عمل أكثر الخلفاء كعمر رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز وفي الدولة الأموية أيضا وفي الدولة السعودية التي بقيت إلى يومنا تحكم بشرع الله عز وجل في الجملة، فهذا يعني أصل المسألة أنه بالإبل، وما ورد من خلاف ذلك فهو من باب التقدير. فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة وهن الحوامل أو وهي الحوامل. يبدأ يبين على ما تقدم من أن القتل لا يخلو أن يكون عمدا أو شبه عمد أو خطأ. يقول فإن كانت دية عمد، يبقى مهمة هنا أن تجمل يعني 3 أشياء، وهذا موطن سؤال وهو يجمع لك الباب في الحقيقة، يعني أن تجعل الديات سهم عمد وسهم شبه عمد وسهم دية الخطأ، والتفريق بين الثلاثة تقدم معنا يعني قبل درسين ربما. وحاصل دية قتل العمد أن يتعمد الجناية عليه بما يقتله، رجل يتعمد الجناية على آخر بما يقتله، كما لو أطلق عليه الرصاص مثلا أو يعني طعنه بالسكين في قلبه ونحو ذلك، هذا قتل عمد. شبه العمد تقدم أنه يتعمد الجناية لكن بما لا يقتل غالبا، يعني رجل حذف رجلا بحصاه وهو يعني يريد أن يجني عليه، لكن مثل هذه الحصاة لا تقتل، فاتفق أنها يعني قتلته، فهذا يعني جناية شبه العمد. الخطأ ألا يتعمد قتله لكن تسبب في قتله، وهذا يعني كله تقدم. قال المصنف فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة و30 جزعة. طبعا تقدم أن العمد الأصل فيه القصاص، ويرد أن ولي الدم يعفو إلى الدية، وقد يعفو مطلقا إلى غير شيء، فهي مراتب تقدمت معنا. ففي دية العمد التغليظ من يعني 3 أوجه كما سيأتي. أولها ما ذكر، فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة، والحقة تقدمت معنا التي يعني بلغت 3 سنوات، و30 جزعة 4 سنوات، و40 خليفة وهن الحوامل. وصح في هذا يعني الحديث ذكره الشارح، فإن شاءوا قتلوا يعني قصاصا، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي 30 حقة و30 جزعة 40 خليفة، وما صلحوا عليه فهو لهم. فأول التغليظ في دية العمد يعني اختيار أسنان الإبل على هذا النحو. نعم. وتكون حالة في مال القاتل. نعم، وتكون حالة في مال القاتل. حالة يعني معجلة، معجلة يعني لا تتأجل. وقوله في مال القاتل يعني لا تحملها العاقلة. فهذه إذن خلاصة يعني ما يتعلق بدية قتل العمد، أن التغليظ فيها من 3 أوجه. الوجه الأول أنها في مال القاتل، يعني من قتل عمدا فإنه إما أن يقتل وهذا تقدم في باب القصاص، وإما أن ينتقل ولي الدم إلى العفو على الدية، وحينئذ فالدية يتحملها القاتل نفسه ولا تحملها عاقلته كما سيأتي. هذا أول وجوه التغليظ، أن دية القتل العمد تجب في مال القاتل. ثاني وجوه التغليظ أنها تجب حالة يعني معجلة، وهذا الراجح عند الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة فقال إنها مؤجلة يعني كغيرها في 3 سنين.
ثالث وجوه التغليظ ما تقدم لأنها يسموها العلماء مثلثة، مثلثة يعني 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة، يعني ثلاثة أسنان. هذه ثلاثة أوجه تغليظ في دية العمد. بخلاف دية الخطأ فإنه سيأتي أنه لا تغليظ فيها لأنه غير قاصد، وتوسطت شبه العمد ففيها وجه تغليظ وفيها وجهين يعني تخفيف كما سيأتي. إذن ذكر هنا الوجوه الثلاثة في التغليظ المتعلق بدية قتل العمد. وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها، وهي على العاقلة في 3 سنين، في رأس كل سنة ثلثها. نعم، النوع الثاني دية شبه العمد. تقدم من شبه العمد أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا، فهذا يعني فيه تغليظ من وجه وفي تخفيف من وجهين. وجه التغليظ الأسنان، إنه أيضا يعتبر فيها على الراجح الأسنان المذكورة في وجه العمد إنها مثلثة، يعني 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة. وهذا وإن لم يكن مشهور المذهب، هذا مذهب مالك والشافعي وهذا الراجح عند الحنابلة والحنفية أنها مربعة، مربعة كما ذكر الشارح عندك في المسألة الماضية، وعنه أنها أرباع. أرباع يعني 25 في 4، 25 عبارة عن يعني 25 جزعة و25 حقة و25 بنت لبون و25 بنت مخاض، وإن كان الحديث يعني ضعيفا. إذن وجه التغليظ في الأسنان في دية شبه العمد، لكن وجه التخفيف في التأجيل أنها مؤجلة على 3 سنوات، وأنها على العاقلة، أنها على العاقلة يعني الذي يدفع دية شبه العمد العاقلة، وهم يعني العصابات، وسيأتي باب في المقصود بالعاقلة. وكون دية شبه العمد على العاقلة لا شك أن هذا من باب المواساة ويعني التخفيف، لأن الرجل ولم يتعمد يعني التعمد المحض، وإن كان يعني شبه عمد لكنه لا يأخذ حكم العمد. إذن في دية شبه العمد تكون على العاقلة، وبما أنها على العاقلة فتخفيفا على العاقلة أنها تكون مؤجلة، يعني تدفع على 3 سنوات، على رأس كل سنة ثلث الدية المطلوبة، وتحسب السنة من بداية الجناية. هذا وجه أيضا للتخفيف. إذن وجهين تخفيف وجه تغليظ، وهو مراعاة الأسنان. نعم. وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك، إلا أنها 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جزعة. وإن كانت دية خطأ، النوع الثالث، فهي على العاقلة كذلك. التخفيف في ثلاثة الأشياء: أولا دية قتل الخطأ على العاقلة يعني ليست على القاتل، ثانيا فيها التأجيل يعني على 3 سنوات، ثالثا مخمسة يعني ليست مثلثة، مخمسة يعني تخفيف أسنان الإبل، تخفيف أسنان الإبل إما على النحو الذي ذكره المصنف 20 بنو مخاض و20 بنات مخاض و20 بنات لبون و20 حقة و20 جزعة. تقدمت الأسنان معنا في كتاب الزكاة مرارا، وهذا هي مخمسة، لكن يعني اختلف في كيفية التخميس في مذهب الحنابلة والحنفية ما ذكره المصنف، وعند مالك والشافعي أنه يعني مكان بني المخاض بنو لبون، يعني 20 بنات مخاض و20 بنات لبون و20 حقة و20 جزعة نفس الكلام، وبدل 20 ابن مخاض يبقى 20 ابن لبون. وأي مكان فالأمر في سعة بالنسبة للأسنان، كما قال ابن القيم ليس في الأسنان شيء معين، والراجح أنه يمكن رده للحاكم كما قال بعض أهل العلم. فلكن العمد في يعني تغليظ وشبه العمد كذلك في الأسنان، ودية الخطأ
فيها تخفيف في الأسنان، وهذا معنى أخماسا يعني الأسنان. لا شك أن بنت المخاض أخف من أن يكون البداية بالحقة والجذعة، هذه إبل صغار. إذا لو عملنا المخطط الذي يعني نكتبه حتى نحفظه، نقول شبه العمد وشبه العمد والخطأ. العمد معناه يتعمد الجناية بما يقتل، وشبه العمد يتعمد الجناية بما لا يقتله غالبا، والخطأ ألا يتعمد قتله لكن تسبب فيه. ونقول في العمد أن التغليظ من ثلاثة الأوجه: التغليظ في أنها تجب في مال القاتل لا يعني دخل للعاقلة، التغليظ في أنها معجلة غير مؤجلة، التغليظ في الأسنان. شبه الخطأ يعني ثلاثة الأشياء فيها تخفيف: إنها على العاقلة ليست على القاتل، إنها مؤجلة ليست معجلة، إن الأسنان مخففة يعني أخماسا. شبه العمد أخذ من هذا وأخذ من هذا، أخذ وجه في تغليظ وهو الأسنان، وأخذ وجهين فيها تخفيف وهو إنه على العاقلة الدية وليست على القاتل، وأنها مؤجلة على ثلاث سنين. قضية التأجيل إلى ثلاث سنين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجلها كما قال شيخ الإسلام، لكن عمر رضي الله عنه أجله، فيرجع يعني في هذا إلى حسب الحال والمصلحة. وإن كان المنصوص عن أحمد أن التأجيل ليس بواجب، لكن عند الأئمة الثلاثة التأجيل واجب، يعني يلزم التأجيل، وتبدأ السنة على قول الجمهور من وقت الجناية. لا شك أن هذا من باب عند المشاحة، وإلا إذا يعني تراضوا على أي شيء، كأن يتراضوا على يعني وضع الدية كلها أو جزء منها أو تأجيلها إلى أكثر من هذا أو أقل، كل هذا يعني التراضي فيه مجزئ إن شاء الله. وكل ما ورد عن السلف في الأسنان الأمر فيه يعني واسع، لأن الإجماع حصل على 100 من الإبل، ولا يضر الاختلاف في الأسنان. نعم وردت بعض الروايات صحيحة وبعضها ضعيف، والكلام في هذا كثير، ولهذا قال ابن القيم يعني ما تقدم من أن إنه ليس في الأسنان شيء معين، كان صحيح أنه صح التثليث في دية أن تكون أثلاثا يعني في دية العمد 30 حقة و 30 جزعة و 40 قلب. وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف. نعم. ودية الحر الآن انتهى من دية الحر المسلم، كل ما تقدم يمضي على يعني الرجل، والأصل أنه الحر المسلم. طيب لو كانت امرأة، قال ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل، فهذا بالإجماع أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. فالمرأة إذا يعني قتلت فالأصل فيها القصاص إن كان عمدا، ويمكن أن يتنازل إلى الدية، وإن كان شبه عمد أو خطأ فالأصل فيها يعني عدم القصاص وإنما الدية، وتحديد الدية هنا على النصف من دية الرجل. طيب هذا في دية القتل إزهاق النفس، لكن الدية تشمل يعني الدية في النفس والدية في الأعضاء والدية في المنافع، ولهذا كمل الباب قال وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإن زادت صارت على النصف. يعني لو كانت الجناية في الجراح، كأن تكون مثلا كسرت إصبع يعني امرأة أخرى أو نحو ذلك، فتساوي جراحها جراحه يعني جراح الرجل إلى ثلث الدية، إلى أن يصل إلى ثلث الدية، يعني تتساوى مع الرجل إلى الثلث، فإذا زادت يعني عن الثلث صارت على النصف، صارت على النصف. وذكروا يعني في هذا حديثا ولكنه ضعيف، إن عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، وذكر فتوى ابن المسيب لربيعة كم في إصبع المرأة، قال 10،
لأن سيأتينا في الباب القادم أن الدية يعني في الأشياء التي تتعدد تقسم، يعني 10 أصابع بالدية كامل يبقى الإصبع بعشر وهكذا. فيقول كم في إصبع المرأة؟ قال 10، اعتبرها كالرجل. قال 2، قال 20، قال 3 أصابع، قال 30، قال 4 أصابع، قال 20، لأن 4 أصابع هتزيد عن الثلث، فإذا زادت عن الثلث يبقى على النصف من دية المرأة. ولا قال الرجل لما عظمت مصيبتها قل عقلها، قال هكذا السنة يا ابن أخي. لكن الظاهر أن هذه سنة أهل المدينة كما نقل في التلخيص عن الشافعي، وليست السنة المطلقة، إذ لو كانت السنة المطلقة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد الخلاف في شأنها. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن دية جراح المرأة نصف دية جراح الرجل مطلقا، ولعل هذا أوفق قياسا على دية النفس، ولثبوت ذلك عن علي رضي الله عنه، وهذا الأقرب وهو مقتضى القياس، إن دية جراح المرأة على النصف أيضا من دية جراح الرجل، خلافا لما في المذهب من اعتبار الثلث يتساويان، فإذا زاد عن الثلث يعني انتقلنا إلى النصف. نعم. ودية الكتابي نصف دية المسلم ونساؤهم على النصف من ذلك، ودية المجوسي 800 درهم ونساؤهم على النصف. نعم. ودية الكتابي نصف دية المسلم لما ورد من الحديث في هذا، دية المعاهد نصف دية المسلم. ونساؤهم على النصف من ذلك، يعني ونساء المعاهدين من الذميين والمعاهدين والمستأمنين، بل في بعض النصوص عند الترمذي دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن، والحديث حسنه الشيخ الألباني. وهذا يفهم منه أن الكفار جميعا على النصف من دية المسلمين، يدخل في هذا الذميون وغير الذميين لعموم هذا النص دية عقل الكافر، ولم يخصه بخصوص يعني أهل الذمة. ونساؤهم على النصف من ذلك، يبقى النساء الذميين الكتابيين على النصف من ذلك، وهذا أيضا ظاهر. قال ودية المجوس 800 درهم في المذهب عند مالك والشافعي، لكن الأثر ضعيف، يستدلون بما ورد في ذلك، ويعني أن الأثر بالتحديد 800 درهم، والأقرب أن هذا تقدير حسب قيمة الإبل، اختلف من زمان إلى زمان، فتكون دية المجوس 10 دية المسلم وخمس دية يعني الكتابي على يعني هذا المعنى، وإلا فعلى المعنى الماضي الذي ورد في حديث الترمذي دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن، يدخل كل الكفار من الذميين وغير الذميين. ونساؤهم على النصف من ذلك. نعم. ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت، بالغة بالغة ما بلغت، ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد. نعم. ودية العبد والأمة، لو أن رجلا قتل عبدا أو أمة، فالعبد يتقوم لأنه مال لسيده، والأمة كذلك، ولهذا قال قيمتهما بالغة ما بلغت، باعتبار أن العبد والأمة أموال، فإن الذي يجني عليهم يضمن يعني قيمة هذا العبد وقيمة هذه الأمة، ولا يضمن يعني الدية المعروفة في الحر. قال ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت، يعني يؤدي لسيدهما ثمنهما في مقابل إتلافهما. ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد، يعني العبد المبعض الذي نصفه حر ونصفه
يعني رقيق فيحسب، لأنه لو كان جميعه حرا تجب فيه دية الحر، ولو كان جميعه عبدا تجب فيه قيمة العبد. فإذا كان مبعضا فيه يعني بعضه حر وبعضه عبد فيحسب الجزء الذي هو حر فيه، وليكن نصفه حر فيكون فيه نصف الدية، والجزء الذي هو فيه عبد ينظر في نصف قيمته وثمنه. نعم. ودية الجنين إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل، موروثة عنه. نعم. دية الجنين، الجنين الحر، يعني امرأة حرة في بطنها جنين فيكون حرا. إذا سقط هذا الجنين يعني بجناية الجاني فديته إذا سقط ميتا غرة. ما تفسير الغرة؟ عبد أو أمة. قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه. دية الجنين الحر إذا سقط ميتا، يعني إذا سقط من الضربة التي ضربتها المرأة الحامل، إذا سقط ميتا لماذا؟ لأنه لو سقط حيا هذا موضوع ثاني سيأتي، لو سقط حيا فيعامل كإنسان حر وتكون فيه الدية كاملة. لكن لو أنه يعني سقط ميتا فديته غرة، والغرة المقصود بها عند الأربعة عبد أو أمة، وقيمة يعني ذلك خمس من الإبل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب عبد أو أمة، ولا يشترط أن تكون القيمة خمسا من الإبل، لأن هذا يختلف من زمان لزمان، ربما كان في ذلك الزمان قيمة العبد أو الأمة خمسا من الإبل، وهذا قد يتغير. وهذا الراجح إن دية الجنين إذا سقط غرة، والمقصود بالغرة عبد أو أمة، يعني جاءت في خمس من الإبل أو أقل أو أكثر على الراجح. نعم. ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا تلث منها شيئا، وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمه، وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه، وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. نعم. ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة. موروثة عنه. نعم. موروثة عنه. نعم. ودية الجنين الحر إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه. موروثة عنه يعني موروثة عن الجنين، يعني يرثها ورثته، يعني يرث هذه الغرة ورثة هذا الجنين موروثة عنه، لأنها هدية للجنين فيرثها ورثته. ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة، يعني أيضا عبد أو أمة، لا ترث منها شيئا. لماذا لا ترث؟ لأنها قتلت، والقاتل لا يرث، تقدم معنا في السنة الماضية موانع الإرث ومنها القتل. فعليها غرة لأنها أسقطت هذا الجنين، فهذه جناية ديتها غرة عبد أو أمة، لأن لما أسقطته سقط ميتا، وهذه الغرة لا ترث منها شيئا. وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمه، إن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمه، لأن إحنا هو على حساب أن هم قالوا الغرة عبد أو أمة خمس من الإبل، يعني الجنين المسلم فيه عشر دية أمه، فكذلك الجنين الكتابي فيه عشر دية أمه.
على أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن ديته نصف قيمة الغرة، لأن دية الكتاب نصف دية المسلم، وهذا الراجح كما قال في المغني: إذا كان أبوى الجنين كتابيين، إذا كان أبوى الجنين كتابيين ففيه غرة قيمتها نصف قيمة الغرة الواجبة في المسلم. يبقى التقدير بهذا أولى، لأنه لا يختلف، قيمتها نصف قيمة الغرة الواجبة في المسلم. يعني إذا كان الجنين مسلما فقيمته عبد، غرة عبد أو أمة. طب وإذا كان الجنين كتابيا فقيمته نصف قيمة يعني الغرة، لأن دية الكتاب نصف دية المسلم. وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه، وإن كان يعني الجنين عبدا ففيه عشر قيمة أمه. ويعني عند بعض أهل العلم، وهذا رجح الشيخ ابن عثيمين وهو قول أبي يوسف وحماد بن أبي سليمان، إنه يجب بإسقاط الجنين اللي هو عبد، يعني إذا أسقط جنينا من يعني امرأة رقيق، فإنه الراجح إنه يجب بإسقاطه مقدار ما نقص من قيمة أمه بسبب هذا الإسقاط، يجب بإسقاطه مقدار ما نقص من قيمة أمه بسبب هذا الإسقاط قياسا على بقية الأموال، لأن هذه الأمة مال متقوم، فإذا أسقطت نقص قيمتها لضعف صحتها ونحو ذلك، فيكون التقدير بين كونها حاملا وبين كونها حائلا يعني بلا جنين بعد الإسقاط، وما بين القيمتين فهو دية الجنين، وهذا يعني قول آخر غير المذهب وفيه وجه. وإن سقط الجنين حيا، الآن الجنين كان يعني فيه حياة، فضربت المرأة الحامل فسقط الجنين حيا، وهذا يعتبر فيما لو كان مضى عليه 6 أشهر يمكن أن يسقط حيا، ثم مات من الضربة، يعني بعد ما نزل مات من الضربة، ففيه دية كاملة، لأن الجناية هنا يعني جاءت على نفس يعني كاملة، فتعامل معاملات يعني قتل النفس. إذا ملخص حالات الجنين يدخل من 3 أحوال، ملخص حالات الجنين: إما يكون التعدي قبل نفخ الروح، أو يكون التعدي بعد نفخ الروح وينفصل ميتا، أو بعد نفخ الروح وينفصل حيا ويموت من أثر الضرب. هذه الأقسام 3. الأولى في ملخص حالات الجنين: إن كان التعدي قبل نفخ الروح، التعدي قبل نفخ الروح ففيه دية الجنين، ودية الجنين غرة، يعني عبد أو أمة. وهل تجب الكفارة هنا؟ لا تجب الكفارة، لأنه لم ينفخ فيه الروح. الحالة الثانية: إن كان التعدي بعد نفخ الروح، كما لو مضت يعني 4 أشهر وحصل التعدي ومات الجنين في بطن الأم، أو انفصل ميتا من بطنها لما يعني أسقطته، ففيه أيضا دية الجنين، لأنه ما زال جنين، وبالتالي نفس الحكم الماضي في أنها غرة عبد أو أمة أو قيمة ذلك، قيمة هذه الغرة. لكن تجب فيه الكفارة، كفارة يعني قتل الخطأ، لأنه نفخ فيه الروح. الحالة الثالثة: أن ينفصل حيا، الجنين سقط، كيف يعرف حيا؟ باستهلاله يعني أو تنفسه، صرخ مثلا لكنه متأثرا بالضربة مات بعد هذا، هذا فيه دية كاملة، لأنه لما انفصل حيا صار إنسانا، ثم إنه مات من أثر الضربة، ففيه الأمران: الدية الكاملة وفي أيضا الكفارة. طيب لو تعددت الأجنة تتعدد الدية، يعني امرأة أسقطت جنينين ففي كل جنين ديته،
على التفصيل الماضي، إن كان قبل نفخ الروح أو بعد النفخ وانفصل ميتا ففيه يعني دية الجنين، غرة عبد أو أمة أو قيمة ذلك. والفرق بين قبل نفخ الروح وبعد نفخ الروح أن قبل النفخ ليس هناك كفارة وبعد النفخ فيه كفارة. طب ولو نزل الجنينان وقد استهل ويعني أو تنفس أو يعني ثبت حياتهما ثم مات، ففيها يعني ففي كل منهما دية، ثلاثة أجنة بثلاث ديات على حسب الحال. نعم. باب العاقلة وما تحمله، وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي إلا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل. نعم. باب العاقلة وما تحمله، يعني وما تحمله العاقلة. والعاقلة هم عصبة القاتل، والمقصود بالعصبة يعني من العصب وهو الشد، لأنهم يشدون أزره، الرجل له عصابات. تقدم معنا السنة الماضية أصحاب الفروض وأصحاب العصابات وأصحاب الأرحام، هذا كله تقدم معنا. فعصبة القاتل يسمون عصبة لأنهم يشدون من أزره، وسواء كانوا وارثين أو غير وارثين. وأصل عصبة القاتل يعني أقرباؤه من جهة الأب، ولذلك العصبات الآباء والأعمام والإخوان وأبناء العمام وأبناء الإخوان والأبناء أيضا عصبة، وسيأتي تفصيل ذلك. إذا حاصل هذا الباب العاقلة، الجمهور أن العاقلة هم عصبة الجاني من النسب أو الولاء. عصبة الجاني من النسب يعني أقرباء من جهة الأب، ومن الولاء معروف لو أن رجلا أعتق يعني رقيقا فإنه يصبح له ولاؤه، إنما الولاء لمن أعتق. وبالتالي يخرج بهذا أصحاب الفروض ليسوا عاقلة كالزوج، فالزوج ليس من العاقل، وأخ الأم صاحب فرض له السدس فإنه أيضا ليس من أصحاب العقل، وإن كان يعني صاحب فرض وهكذا. فالجمهور إن العاقلة عصبة الجاني من النسب أو الولاء. وعند الأحناف قول آخر إن العصبة هم أهل الديوان. لما جاء عمر رضي الله عنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم العصبات أو العاقلة هم العصبة. لما جاء عمر دون الدواوين، معنى الديوان يعني مثل الجيش والعسكر والجند، وصار كل بلدة لها يعني أناس يعني مسجلون في الدواوين. هؤلاء عدهم عمر هم أهل العقل يعني العاقلة، تؤخذ من عطاياهم لا من أصول أموالهم، لأن الجند لهم عطايا يعني رواتب ومعاشات كل شهر أو كل سنة على حسب النظام المعمول. فعند الأحناف أن العصابات هم أهل الديوان، وإلا إذا لم يوجد أهل ديوان فالقبيلة والأقارب، وإلا فبيت المال. ورجح هذا شيخ الإسلام، قال لأن عاقلة الرجل الأصل في معنى العقل هنا أو العاقلة من ينصرونه، عاقلة الرجل من ينصر. ولهذا قيل أن العصابات أولى بهذا لأنهم أقارب الرجل من جهة أبي، هم الذين ينصرونه ويعينونه. وهذا يختلف باختلاف الأحوال يعني من زمان لزمان، كما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من العصابات هم الذين ينصرون الرجل، في زمان عمر صار أهل الديوان هم الذين ينصرونه فصاروا هم العاقلة. ولهذا قد يتصور أن الرجل يعيش في الشرق وعصابته تعيش في الغرب، لكنه في عيشته في الشرق له قومه وناسه الذين ينصرونه، فقد يكون أولى ممن لا يعرفونه وربما لم يرهم. هذا يعني مذهب الأحناف الذي مال إليه ابن تيمية رحمه الله. وجمهور أهل العلم إن العاقلة كما قال المصنف عصبة القاتل كلهم، يعني يدخل كل العصبات، قريبهم وبعيدهم، يعني يدخل القريب
والبعيد، وأن يدخل أيضا الوارث وغير الوارث. في عصبة لا يرث، نعم قد يحجب، يعني رجل له عم وله أبناء عم، فالعصبات يدخل فيها الأعمام ويدخل فيها أبناء الأعمام. عند الميراث أبناء الأعمام يحجبون بالعم، وعند قتل الخطأ ونحوه فهؤلاء المحجوبون يدفعون أيضا في، لأنهم من جملة العاقل، فهم يغرمون مع أنهم لا ينتفعون لأنهم لا يخرجون. إذن ماذا استفادوا؟ استفادوا أنهم أيضا قد ينتفعون بنفس الطريقة، لأن لو خسرنا العقل أو العاقلة على العصبة الوارثين فقط فهذا يضعف معه المواساة ويشق يعني الأمر. قال عصبة القاتل، وهم عصبة، وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب، وهذا هو الأصل، أقرباؤه من جهة يعني الأب. والموالي أيضا قد لا يوجد له العبد، لا يوجد له من النسب غالبا، وقد يوجد بعد هذا فيكون عصبته من الموالي، وقد يجتمع، قد يصبح له من النسب ويحتاج إلى أن يكون يعني تكون عاقلته من النسب، وقد نحتاج أيضا إن كان له عاقلة من الموالي. ويدخل، وهل يدخل في هذا يعني عمود النسب، هل يدخل عمود النسب في العصبة يعني الآباء والأبناء، أم إن العصبات قاصرة هنا في باب يعني العاقلة على ما سوى الآباء والأبناء؟ أقوال في المسألة، الراجح أنهم كغيرهم يدخل الآباء والأبناء، ومن أهل العلم من قال لا يعقلون مطلقا، إنما هذا خاص بالإخوان والأعمام وأبنائهم دون الآباء والأبناء. ومنهم من قال يدخل الأصول دون الفروع، يعني يدخل الآباء دون الأبناء، ومنهم من قال يدخل الأصول والفروع إلا من كان من الفروع من غير القبيلة، كما لو كانت المرأة يعني لها أولاد من زوجها لكن ليسوا من قبيلتها، بخلاف ما لو كانت المرأة زوجها من قبيلتها فيكون أبناؤها من عصاباتها، كما لو تزوجت مثلا ابن عمها فزوجها، الزوج أصلا ليس من العصابات ولا من أهل العقل، لكن باعتبار أنه ابن عمها فإنه سيصبح يعني عصبة لكونه ابن عم لها، ويكون أبناؤه على هذا القول أيضا داخلين في العاقلة لأنهم يعني من نفس القبيلة. ولهذا ذكر الشارح أن في خلاف بين في روايتين في المذهب في الأبناء والأباء، رواية أن كل العصبات من العاقلة يدخل فيها الآباء والأبناء وهذا الأرجح، ورواية إن الآباء والأبناء ليسوا من العاقلة وإنما يعني يكتفى ب يعني أقارب من جهة الأب كالإخوان لأنهم أبناء الأب، والأعمام لأنهم إخوان الأب وهكذا، لكن الراجح أنهم يدخلون ضمن العاقلة. طب والجاني نفسه يدخل مع العاقلة ولا هو يعني، هو طبعا ما تعمد، ولا لو تعمد فإن أحدا لا يجزي عنه، لكن هذا الجاني الذي أخطأ في قتل الخطأ أو شبه العمد هل يدخل في دفع الدية مع العاقلة؟ عند الأحناف والمالكية نعم يدخل، لأن الأصل في العاقلة النصرة، والرجل إذا قتل ولو خطأ فهو أحق من ينصر نفسه، وهذا الذي اختاره الشارح في الحقيقة. لكن المذهب والشافعية إنه لا يدخل، يعني العاقلة تتولى دفع الدية دون القاتل نفسه، قاتل الخطأ. ودليلهم إنه في الحديث قضى بالدية على العاقلة، والنص لم يذكر إنه دخل مع العاقلة، قالوا الأصل حرمة مال المسلم، فهذا الرجل الذي قتل خطأ الأصل حرمة ماله، والنص فيه إن قضى بالمال على العاقلة، فيقول يا جماعة أنتم ادفعوا وأنا يعني في حل من هذا. هذا المذهب، مذهب الشافعي.
قال عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي، وقد يحتاج أيضا إلى يعني الولي الذي يكون صاحب الولاء وقد يموت فيكون أبناؤه أو آباؤه أو أعمامه أو إخوانه. يستثنى من هذا قال إلا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل، يعني هؤلاء لا يدخلون في العاقلة ولو كانوا عصبات، وهذا ظهر لأن الصبي ليس من أهل النصرة والمجنون كذلك والفقير ليس من أهل المواساة، كيف نأخذ من الفقير وهو محتاج في ذاته؟ ومن يخالف دينه دين القاتل هذا أيضا ليس من أهل النصرة، لأن مع اختلاف الدين لا يكون تناصر، إنما التناصر بين المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم. ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام فيفرض عليه قدرا يسهل ولا يشق وما فضل فعلى القاتل، وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له. نعم. إذا اتفقنا على تقدير يعني على تعريف العاقلة، باب العاقلة وما تحمله، ما الذي تحمله العاقلة؟ احنا قلنا نحتاج العاقلة في قتل الخطأ وفي قتل شبه العمد. طيب عرفنا عاقلة الرجل وهم يعني من ينصرونه وهم أهل مواساته من يعني عصباته، وكيف نقدر عليهم الدية؟ 100 ناقة أو ما في يعني قيمتها؟ طبعا تقدير 100 ناقة الآن إشكال كبير، وتقدير 1000 مثقال إشكال أكبر، و12,000 يعني في التقدير هذا على أسعار هذه الأيام تصبح الدية في غاية الإشكال، يعني تصبح الدية مثلا تعد نحو 1,000,000 جنيه بقيمة الذهب الآن، وربما 1,500,000 بقيمة الإبل. الآن الجمل بكم؟ اللي قلنا 10-15 في 100 يبقى دخلنا في 1,500,000. نعم. ولهذا التقدير في ما في أحد يقيم هذه المعاني إلا المملكة السعودية التي ما زال والحمد لله فيها في الجملة آخر عهدهم أو آخر عهد بهم من الدية 100,000 ريال، يعني مع أن هذا صار أقل من قيمة، لكن هذا المعمول به التقدير بالريالات السعودية في البلاد التي تقيم هذه الحدود. على كل حال كيف يقدر هذا؟ طبعا لابد في هذا من متابعة الإمام، هو الذي يقيم الحدود وبالتالي هو الذي يأمر أو يسمح بالقصاص بعد ضبط المسألة، وقد يعفو أولياء الدم عن القصاص ويلجأون إلى الدية. فإذا اتفقوا على يعني قبول الدية، طبعا الدية هنا في قتل العمد أيضا يتحملها من كان عليه القصاص وهو القاتل، لكن إذا حصل قتل خطأ واتفق على الدية فإنها تكون في العاقلة. من الذي يحدد من يدفع ومن يدفع أكثر وأقل؟ لأن الناس قد يتشحون في هذا ويتمانعون، حينئذ الإمام قال يرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام فيفرض عليه قدرا يسهل عليه ولا يشق، يعني يقال لقاتل الخطأ أين عاقلتك؟ أين عصباتك؟ يقول لي أخوان ولي 3 أعمام ولي يعني 7 أبناء أعمام ولي يعني على الراجح والد و3 أبناء ونحو ذلك، ينظر في هؤلاء ليس بالعدد وإنما بالحال، فالغني يعطي أكثر والمتوسط يعطي يعني أقل، والفقير إذا كان يستطيع أن يدفع يدفع الأقل، ويرجع في هذا إلى اجتهاد الإمام، وإذا أمكن توزيع المبلغ على كل العصر، وإلا قد يكون الرجل مولى فله أيضا يعني من مواليه فأيضا يتعدد هذا. وما فضل فعلى القاتل، لأن القاتل هو المتسبب في هذه القضية، فلو فرضنا أنهم يعني 20 كل واحد قال أنا أحمل يعني 3 نوق مثلا وبقي
معنا 40 أو نحو ذلك دفعها هو، لأن العاقلة لم تستطع أكثر من هذا، فما فضل فعلى القاتل. وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له، رجل لم يكن له عاقلة، بحث عن عصبات فلم يجد، فهذا أيضا يعني يدفع الدية كلها، لأن الدية لابد حق المجني عليه. وهل يدخل بيت المال في هذا؟ إذا حصل عجز، إما بعجز كلي بعدم وجود عاقلة، أو بوجود بعض العاقلة لا يكفي لهذا، ففضل شيء لم تستطعه العاقلة ولا المتسبب نفسه، حينئذ يدخل بيت المال ويؤدى عنه من بيت المال. قال: وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له. نعم. ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث. ولا تحمل العاقلة هذه الأشياء الخمسة، يعني العاقلة تساعد الجاني في قتل الخطأ وشبه العمد، لكن لا تتحمل العاقلة هذه الأشياء الخمسة، وهذا أثر عن ابن عباس وإن كان ضعيف بهذا اللفظ، يعني لا تحمل العاقلة عمدا. عمدا يعني لو أن القاتل كان قد قتل عمدا فإن العاقلة لا تدخل في هذا، وإنما من أسباب التغليظ في قتل العمد أن قاتل العمد هو الذي يتولى تبعة جريمة، إما بالقصاص بأن يسلم نفسه، وإما بدفع الدية إذا تنازل أولياء المقتول من القصاص إلى الدية، فتكون الدية في ذمته وليس في ذمة العاقلة. هذا معنى لا تحمل العاقلة عمدا، يعني قتل العمد العاقلة لا دخل لها فيه. ولا عبدا أيضا لا تحمل عبدا، يعني إذا قتل رجل عبدا فإن قيمة العبد في مال القاتل ولا شيء، لأن العبد مال متقوم، فيكون الجناية على المال يغرمها الجاني سواء في قتل العمد أو في قتل الخطأ. وعند أبي حنيفة تحمله يعني العاقلة، والراجح ما تقدم. قال: ولا صلحا. ولا صلحا يعني أيضا العاقلة لا تحمل الصلح، يعني لو أن الرجل صالح أولياء المقتول على الدية فإن العاقلة لا تحمل هذه المصالحة، لكون هذه المصالحة حصلت على جناية عمد. قال: ولا اعترافا أيضا العاقلة لا تحمل الاعتراف، بمعنى لو أن رجلا اعترف أنه قتل خطأ فإن العاقلة لا تقبل هذا الاعتراف. لماذا؟ خشيت أن يكون الرجل متهما فيتواطأ مع بعض الناس على أن يعترف أمام عاقلته وأمامهم أنه قتل يعني مولا لهم قتل خطأ، وأن لهم يعني الدية، ويطلبون حينئذ من العاقلة، وتكون المسألة فيها نوع من الشبهة وشبهة الاحتيال وتهمة التواطؤ ونحو ذلك. قال: ولا ما دون الثلث. ولا ما دون الثلث يعني لو أن الجناية لم تكن قتلا وإنما كانت يعني جناية اعتداء بشيء فيه دون ثلث الدية، فالعاقلة لا تحمل ما دون الثلث، تحمل الثلث وطالع. لماذا؟ لأن الثلث كثير، والكثير يحتاج إلى مواساة، وهذا دور العاقلة. أما ما كان أقل من الثلث فإنه لا يحتاج إلى مواساة، فيتكفل به يعني الجاني، لأن الأصل أن يكون الضمان على الجاني. خولف هذا الأصل وجعلت العاقلة تضمن عن الجاني لعظم تبعة الجناية، 100 من الإبل مثلا، فحينئذ يكون دور العاقل، لكن إذا كانت الجناية أقل فنعود إلى الأصل. نعم. ويتعاقل أهل الذمة ولا عاقلة لمرتد
ولا لمن أسلم بعد جنايته أو انجر ولاؤه بعدها. نعم، يتعاقل أهل الذمة، يعني أيضا أهل الذمة إذا قتل بعضهم بعضا قتل خطأ أو شبه عمد فإن العقل على عصبته أيضا كما بين المسلمين والمسلمين. وهل يدخل مقصود بأهل الذمة اليهودي عن النصراني، ولا اليهودي عن اليهودي والنصراني على النصراني؟ هذا الراجح. ولا عاقلة لمرتد، لو أن رجلا ارتد فإنه إذا قتل خطأ لا عاقلة له. لماذا؟ لأن عصبته من المسلمين لا يرثونه وبالتالي لا يعقلون عنه، وعصبته من الكفار لأنه لا يقر على الدين الجديد فأيضا يعني لا يعقل عنه الكفار، فيكون المرتد لا أبقى على المسلمين ولا حصل الكفار. في حين يتعاقل المسلمون ويتعاقل أهل الذمة فيما بينهم، لكن المرتد يعني لا عاقلة له، ومن ثم فجنايته خاصة به. ولا لمن أسلم بعد جنايته، من أسلم بعد جنايته يعني رجل كافر جنى جناية ثم أسلم، هذا لا يعقل عنه الكفار لأنه أصبح على غير دينه، ولا يعقل عنه المسلمون لأنه عند الجناية لم يكن مسلما، واضح؟ وبالتالي أيضا لا يعني عقل له، يعني لا عاقلة تنوب عنه. أو انجر ولاؤه بعدها، نفس الكلام، يعني انجر ولاؤه بعد جنايته، يعني رجل انجر ولا يعني انتقل ولاؤه بعد جنايته، فلما انتقل ولاؤه بعد جنايته فقد الأول والآخر. صورة ذلك كما قال: تزوج عبد معتقة قوم، يعني رجل تزوج، يعني عبد تزوج من أمة، وهذه الأمة معتقة فولاؤها لمن أعتقها فأولدها، فولاء الولد لمولاه، مولاه هنا أبو عبد وأم معتقة، يبقى مولاه من أعتق أمه. ثم جنى العبد، جنى الولد، فلما جنى الولد يبقى عقله على من؟ على موالي أمه، فجاء والده فأعتق، فلما أعتق والده انتقل الولاء من موالي أمه إلى موالي أبيه، فلما انتقل إلى موالي الأب فقد الحالتين. لماذا؟ لأنه عمل الجناية أثناء ولائه لموالي أمه، وهؤلاء قد تركه، وموالي الأب يقولون له أنت ساعة الجناية ما كنت على ولائنا. أشبه بالمسألة الماضية، المسألة المرتد ومن أسلم بعد جنايته. نعم. فصل. وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته. نعم، وهذا فصل في جناية العبد. جناية العبد في رقبته، معنى جناية العبد في رقبته لأن العبد إذا جنى لا يخلو، إما أن يكون هو الذي يؤدي يعني جناية نفسه بذمته، وهذا غير وارد لأنه لا ذمة له، بمعنى لا مال له، وإما بذمة سيده، وهذا غير وارد لأن سيده ليس جانيا حتى يعني، وإما تترك أثر الجناية، وهذا أيضا غير وارد لأنه لابد من يعني حساب لمقتضى الجناية. فما بقي إلا أن تكون جناية العبد في رقبة العبد، جناية العبد في رقبته، إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته، يعني لا يخلو أرش الجناية، أرش جناية العبد، من أن يكون بقدر قيمة العبد أو أقل من قيمته أو أكثر من قيمته. السيد الذي جنى عبده ماذا يفعل؟ السيد الذي جنى يعني عبده الرقيق ماذا يفعل؟ يخير، يخير بين دفع أرش الجناية، أفسد شيئا ب10,000 يدفعه، أو دفع قيمة العبد، العبد كله ب20,000 يدفع ال20,000، أو يسلم العبد الجاني، أحيانا تكون الجناية أكبر من العبد نفسه ف
فيسلم يقول خذه، خذ العبد، يعني يسلم العبد نفسه إلى ولي الجناية لكي يملكه. هذا معنى جناية العبد في رقبته، لا يسأل عنها السيد، ولا يستطيع العبد نفسه أن يعني يتحمل تبعتها المالية، لأنه نفسه مال متقوم، فتكون جناية العبد في رقبته، إلا أن يفديه السيد. إذا أراد السيد أن يحافظ على رقبة العبد يفديه، يفديه بماذا؟ بأقل الأمرين، من أرشها، أرش الجناية، أو قيمته، يعني قيمة العبد، إذا أراد أن يفدي العبد، وإلا دفع العبد كله لرب الجناية. ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. العكس، العبد هو الذي اعتدي عليه، ودية الجناية عليه. المرة الأولى العبد هو اللي كان جاني، هذه المرة دية الجناية عليه، رجل عنده عبد فاعتدى على هذا العبد آخر، فدية الجناية عليه ما نقص من قيمته من مال الجاني، يعني يدفعها الجاني من ماله لأنه المتسبب، يعني عبد اعتدى عليه أجنبي فجدع أذنه مثلا في أيام الأذن التي نسمعها، قيمة هذا في مال الجاني المعتدي. نعم. وجناية البهائم هدر، إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق، فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها. نعم. إذن دية الجناية على ما نقص من قيمته، يعني من قيمة العبد، لأن هذا يعني مال متقوم، فيكون من ضمان الأموال. انتهينا من العبد، البهائم. وجناية البهائم هدر، هدر يعني لا يعني أرش فيها. الحديث المتفق عليه العجماء جبار، ومعنى جبار يعني هدر، يعني لا قيمة يعني فعلها. لماذا؟ لأنها عجماء، يعني بهيمة. جناية البهائم هدر، إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب يعني يركبها، والقائد يقودها، أو السائق يسوقها، فعليه ضمان ما جنت. لماذا؟ لأن هنا واضح التفريط من هذا الذي يعني يسوق هذه البهيمة، فعليه ضمان ما جنت، ما جنت بيدها، لأنه يملك أن يكف يدها، أو فمها، لأنه يملك أن يكف فمها، دون ما جنت برجلها أو ذنبها، لأنه وهو يقودها لا يستطيع أن يتحكم في رجلها أو في ذنبها، يعني في ذيلها. وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها، وما أتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده، وما أتلفت ليلا فعليه ضمان. وإن تعدى بربطها في ملك غيره، يعني إذا تعدى صاحب هذه البهيمة العجماء بأن ربطها في ملك غيره أو في طريق يعني يسلكه الناس، ضمن جنايتها كلها، لأن هذا نوع اعتداء. وما أتلفت من الزرع نهار، إذا انفلتت هذه البهيمة بالنهار فأتلفت زرعا لم يضمنه. لماذا؟ لأن الزروع أصحابها في النهار هم الذين يضمنونها ويعني يحمونها من دخول البهائم ونحوها، إلا أن تكون في يده، إلا لو دخل معها صاحبها، لأن هنا التفريط ظاهر. وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه، لأن في الليل أصحاب البهائم هم الذين يحرسونها، وأصحاب الزروع والبساتين قد تركوها، فالقضية مقسمة، كما يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليه. فالإنسان في بستانه بالنهار وفي الليل تركه وذهب إلى بيته، والعكس أصحاب يعني البهائم العجموات بالنهار يعني أو بالليل يحرزونها، وبالنهار يعني لا، وبالنهار يطلقونها، يطلق الرجل بواشيه بالنهار لترعى،
ولا يلزم أن يذهب معه، لكن بالليل يلزمه أن يحرزها. العكس، يبقى الرجل بالنهار في بستانه وحديقته يقوم عليها ويذب عنها البهائم، وبالليل يتركها. فقضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليه. إذن العادة في أهل المواشي أنهم يرسلونها بالنهار ويحفظونها بالليل، والعادة في أهل البساتين العكس أنهم يحفظونها بالنهار دون الليل. فلو حصل اعتداء ينظر، إن كان بالليل فهو على فيضمنه أصحاب المواشي، وإن كان بالنهار فيتحمله أصحاب البساتين. وهذا الكلام في الجملة يعني على غالب الأحوال. لكن لو أن رجل أخذ بهيمته بالنهار كان يمكن أن يمنعها فلم يمنعها، فهو المسؤول. البهيمة مؤذية، هذا يختلف، الكلب العقور الثور هذا يجب ضمانه وضمان ما أفسدته بالليل وبالنهار أيضا، لأنه يعلم، لأن صاحب البهيمة المؤذية يعلم حالها، وبالتالي عدم حفظها عن الاعتداء هذا نوع تفريط ظاهر. كذلك يعني ما يحدث في القضايا المعاصرة من تسييب الإبل ونحوها بجوار الطرق المعبدة، تمشي بعض تجد البلد يقطع الطريق ويصطدم بالسيارة، وقد يعني يحدث تلفيات بالسيارة، وقد يحدث موت يعني بعض الناس. الذي يتسبب بهذا هو مالك الدابة، فهو الذي يضمن ما تلف من إنسان أو أموال أو نحو ذلك، لأن الأصل الإنسان يمنع إبله عن الطريق. كثير من حوادث السيارات تدخل ضمن هذا الباب، يعني السيارة واقفة في ملك صاحبها ليس عليه إشكال، واقفة خارج الطريق ليس عليها إشكال، أو على جانب طريق واسع ليس عليها أيضا إشكال، تأتي سيارة أخرى مسرعة فتصدم السيارة الواقفة سواء في ملك صاحبها أو على جانب الطريق على نحو لا يؤذي. فما حدث من تلف في المال أو في الأنفس فيكون على السيارة الأخرى التي صدمت، وليس على السيارة التي يعني أصابت في وقوفها. سيارة تأتي مسرعة أمامها سيارة تسير في الطريق، فالأصل أن الخطأ إذا حصل تصادم على السيارة الخلفية التي اعتدت على السيارة الأمامية، ما لم يثبت من تحقيقات المرور ونحوها أن السيارة الأمامية تسببت كأن تكون وقفت بطريقة مفاجئة أو تحولت من طريقها إلى الطريق الذي تأتي منه السيارة الخلفية بأسرع على نحو يعني هي متسببة في الخطأ، في هذه الحالات يتحمل الاثنان ويكون تقدير على حسب نسبة يعني الخطأ الموجودة عند كلا الطرفين. أحيانا تقف سيارة في إشارة مرور، هذا موقف صحيح ليس فيه إشكال، تأتي سيارة مسرعة فتصدم السيارة الواقفة، فإذا صدمت المسرعة الواقفة فإن الواقفة ستصدم من أمامها وتحدث تلفيات في الأموال وقد تقتل. هنا في الحقيقة تتبع كلها على التي صدمت الواقفة، تصبح الواقفة كما لو كانت آلة، فلا يقال أبدا لهذا الرجل أنت قتلتني، أو أنت يقول أنا ما فعلت شيء، أنا كنت واقفا كما رأيت وجاء الذي يعني هذا مفعول به وليس فاعل. فتصبح هذه السيارة أشبه بالآلة التي استخدمت لقتل أو ضرب أو نحو ذلك. طيب، هذه جراح، إذا وصلت العشرة فهذا في حد ذاته من الجراح، فنقف عند ديات الجراح، لكن نحن بحاجة إلى يعني أن نسرع بعض الشيء لأجل أن ننتهي من المنهج. كيف نسرع؟ هذا يعني ننظر فيه إن شاء الله. الراجح في مسألة دخول الجاني شبه العمد في دفع الدية مع العاقلة، سواء الجاني شبه العمد أو الجاني
في القتل الخطأ، فالراجح أنه يدخل مع العاقلة لأنه أصل المسألة والمتسبب، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة هذا لا يلزم منه أنه أن يعافي صاحب. ونوع الجنين إذا كان ذكر أو أنثى لا تختلف فيه الدية؟ نعم لا تختلف فيه الدية، الحمد لله رب العالمين.